بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 يوليو تموز 2023. القمر في برج الحوت. نبدأ بالحمل. بتكون هذه الفترة الممتدة فارغة من كل الحظوظ، فلا تراهن عليها أيها الحمل. القمر في بيت الأعداء المخفيين. حذر من تعب، حذر من فشل، حذر من خسائر. تجنب اتخاذ أي قرار تأجت من حجوزاتك، لأنك ممكن تتفاجأ بإلغاء أي حجز. ممكن تشعر بسوء تفاهم، بعض الإحباط. بتكون الضغوط العائلية أو المنزلية مؤثرة، وقد تشعر أيضا ببعض القلق العائلي. بتكون الظروف غامضة مجهولة. حذر من المحتالين، الفترة ضعيفة. لا تبدأ جديد، الوتيرة تهدأ كليا. تشعر بالركود والهدوء. لا تتذمر ولا تتأفف، بل اصبر كثيرا. ده من أسوأ أيام الشهر. أنصحك باقتناء سبيكة زحل. أما برج الثور، احرص على علاقاتك أيها الثور. اخرج للترفيه عن نفسك. لا تلغي أي مواعيد. ناقش بثقة. ساوم ودافع عن حقوقك. أيضا فترة مناسبة يا عزيزي لتعزيز الروابط مع الأهل والأصدقاء والزملاء. فقد تتمتع بقدرة عالية من المنطق. تنجح في الكسب أي نقاشات أو مفاوضات. أيضا سوف توسع تحركاتك وتوسع اتصالاتك. عزز الروابط وعزز التحالفات مع المحبين لك على وجه الخصوص. ولا تخذل أحد. تشعر برغبة في التواصل، تشعر برغبة في التقرب مع الناس أو مع الآخرين، فأنت بحاجة إلى تعاون الآخرين معك ومساعدتهم من أجل إنجاح وإتمام أعمالك بنجاح. برج الجوزاء. اسعى أيها الجوزاء لإيجاد الحلول. لا تؤزم الأوضاع، لأن الأجواء صعبة ومربكة ويعتبر من أسوأ أيام الشهر، فلا تجازف خلالها. كن متيقظ، حاذر من تعب يكون في ليلة يعني. لا تنجر وراء التسرع، لا تنجر وراء الانفعال. كن هادي، لأن القمر بيشكل تحديا في لحظة معينة. تبدو غاضبا، تبدو عدائيا، حاذر الخلاف. قد تكرم أو تحصل على فرصة مهمة رغم كل اللي أنا قلته، لكن قد تبدأ أعمال جديدة أو دراسة جديدة وتناقش بقوة وبذكاء. ده بيرجع لك أنت. هي فترة امتحان. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. لا تخشى شيئا، ثق بنفسك أكثر. فترة مناسبة لخوض تجارب وامتحانات، ويتوقف عليك أنت النتائج. برج السرطان. تعيش لحظات سعيدة، تعيش لحظات ناجحة. حاول، فاوض، روج لأفكارك. كن واثقا من نفسك. من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا، فلا تتكاسل ولا تضيع على نفسك فرص. فرص تقدم، فرص الازدهار. اليوم للرحلات وللتسوق. بيعود لانسجام لحياتك وتستعيد أيضا الثقة بنفسك. وقد تطلق حملة ترويجية للترويج لأعمالك. ممكن أن تخطط لسفر أو للعودة لمقاعد الدراسة. ممكن تفرح لانفراج لمسألة ضاغطة مثلا بعض الشيء. فترة صالحة للعلاقات وللتحالفات، لكن حذاري من المتاعب وحذاري من الإرهاق. أما برج الأسد، سارع لتصحيح أوضاعك. اظهر انفتاحا يا عزيزي على آراء الآخرين. قد تسعى للتصحيح بعض الأخطاء أو تصحيح بعض الأمور. عليك أن تتكيف مع الأوضاع الحالية والراهنة. كن صبورا، تفرح لتعاطف بعض الظروف معك. أيضا بتنتظرك فترة من أكثر الفترات الداعمة من ناحية الحظوظ أو الفرص المناسبة. تشعر يا عزيزي بإنجاز ملف استشفائي أو قانوني أو مصرفي. لذلك دقق في التفاصيل وسعى إلى الوفاق والحلول، الحلول الوسط أو المساحة المشتركة. طبعا ده أملا منك أن تلطف أجواء، أملا منك لتحسين العلاقات. برج العذراء. هدئ من روعك، لا تنفعل. تجنب مخالفة القوانين واحرص
على استقرارك، وحاول أن تتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة سيئة وتهدد بالمخاطر، واحتراما للمواعيد والمشاكل والحوادث ترافقك تأثيرات سلبية، وقد تظهر بعض المتاعب المهنية والعائلية. لا ترتجل المواقف، يعني ما تتصرفش أي تصرف، ولا تكن عشوائي في التصرف. تجنب انتقادات في محيط عملك، ما تنتقدش حد ولا تجازف بسمعتك. برج الميزان، حاذر التخلي عن مسؤولياتك وواجباتك لأن بها نتائج حلوة باستطاعتك تحقيق مصالحة، شرط أن تتحلى بالليونة والمرونة. لا ترتبك ولا تنفعل، ابقى على الحياد. تغمرك الهموم والواجبات والمسؤوليات، طبعا مسؤوليات يعني نجاحات. المطلوب هو التنظيم تفاديا للفوضى، تفاديا للتأثير. حاذر الفشل، حاذر المخاطر، حاذر القطيعة. احمي نفسك، احمي فكرك، لا تتورط في المتاعب. هناك واجبات متنوعة، لكنك قادر على إنجاح جميع واجباتك وجميع مسؤولياتك. تشكو من التعب ماشي، والإرهاق برضو ماشي. خفف عنك يا عزيزي الضغوط، واطلب مساعدة الآخرين، لأن الضغوط والمسؤوليات عندما تكون كثيرة تكون النجاحات أكثر. تتزامن المسؤوليات باستطاعتك تحقيق المصالحة، شرط التحلي بالدبلوماسية. راعي ظروفك الصحية وتقرب لأحبائك. أما برج العقرب، تنجح في تلطيف الأجواء وربما تطمئن لعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي من أكثر أيام الشهر، وأرفعها حظا. يرتفع رصيدك العاطفي والشخصي، وتميل للتعرف إلى هواية جديدة أو نشاط رياضي جديد. لن يتوقف هاتفك عن الرنين، تكسر حركة التواصل مع الآخرين، وتقوم برحلة عمل، وتفرح لخبر أو تفرح لتسوية مرضية. فترة جيدة عليك استغلالها من أكثر أيام الشهر حظا. برج الكوس، لا تكسر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فظ. ابتعد عن التحديات، كن منظم وكن هادئ لمعالجة المسائل الطارئة في عقر دارك. لا داعي للهلع، تشعر ببعض الحزن أو التعب وتبحث عن ملاذ آمن. لا تنتقد أقرب الناس إليك خصوصا الحبيب أو الشريك. هناك بعض التوتر على الصعيد العائلي أو المنزلي، هدئ من روعك، اهدى. تشعر بكسر الضغوط وأمور طارئة، وتظهر مسائل شخصية وعائلية، وربما عقار أو سيارة تسبب لك بعض الارتباك أو التوتر. حاول استعادة موقعك، فقد تضطر لإرسال من ينوب عنك أو يتوسط لك. أما برج الجدي، فتقدم أفكارا قوية، وقد تصلك أخبار كنت تنتظرها، أو تقدم على امتحانات. لا تفرض رأيا على أحد، باستطاعتك مناقشة المواضيع بمهارة دون تسلط ودون عناد. قد تجد تسوية وقد تجد حلولا، وذلك عن طريق الحوار والتفاوض والمناقشات. وقد تتلقى دعوة للمشاركة في لجنة أهلية أو حتى اجتماعية، وتقوم يا عزيزي بزيارات أو رحلات عمل. قد تحتاج إلى التواصل مع الآخرين لإنجاح مهامك العملية والمالية. محاولة يشير الفلك لحلول مرضية، يشير الفلك إلى إيجاد مساحة مشتركة لمختلف الأطراف. قد تحقق إنجازا في حقل اختصاصك. أما برج الدلو، راعي ظروفك الصحية والمالية الاثنين. بتطلعك فترة مليئة بأقساط وفواتير وديون مستحقة وملحة، قد تتعلق بك شخصيا أو تكون أمور تتعلق بأحد أفراد العيلة أو المنزل. يعني ركز على أوضاعك المالية، وأعد النظر يا عزيزي بقرارات أو خيارات سابقة. لن يخيب أملك، لأنه باستطاعتك إجراء مفاوضات ومناقشات مهمة خاصة بالوضع المالي. تشجع يا عزيزي في طرح المواضيع
تشجع يا عزيزي ولا تخف من شيء، ولكن بموضوعية وليونة تامة بتنشط التنقلات ما بين سفر، ما بين حضور مؤتمرات، وربما تقدم على امتحانات. استغل مواهبك، استغل فكرك، مواهبك الإدارية لخدمة وضعك المالي. أما برج الحوت فبقول لك إن الفرصة مهيئة لإنجاز لافت وللانتباه بسبب وجود القمر عندك. الأيام اللي عدت كانت مش كويسة. المهم بقى ما تهملش واجباتك باتجاه حد من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظا. يمكنك حسم الأمور ويمكنك اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة. فالطاقة مش فارغة بقى، الطاقة مليانة، لكن بتفرق 180 درجة عن اليوم اللي عدى. الحظوظ قوية النهاردة والنتائج حاسمة النهاردة، ولا يستطيع أحد منافستك النهاردة. اطوي بقى صفحة الماضي، ما تتكلمش فيها تاني، لأنه معنوياتك مرتفعة لتكون فترة نشطة وبداية جميلة. مارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة، لأنه أساسا لن تهدأ وتيرتك ولا نشاطك. تشجع يا عزيزي، هناك طاقة جسدية وفكرية جميلة من أكثر أيام الشهر حظوظا، ولكني أيضا أنصحك باقتناء سبيكة زحل. خالص تحياتي لكم، سعدت بصحبتكم، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.